أستاذ البروفيسور عبد السلام تريس، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، نرحب بكم في هذا اليوم المبارك الذي نحتفل به بحصول البروفيسور عبد السلام تريس على جائزة جونسون مان للصحة وحقوق الإنسان من المجلس العالمي للصحة في أمريكا. فهذه الجائزة التي تعطى سنوياً للذين قدموا عملاً ملموساً في مجال الصحة وحقوق الإنسان، تخليداً لذكرى دكتور جونسون مان، ذلك الشخص الذي اشتهر بمناصرته لمرضى الإيدز ونجح في تغيير نظرة المجتمع، واستطاع أن يحمي المجتمعات بسن قوانين على مرضى الإيدز والعيش في المجتمع بصورة طبيعية. ضيوفنا الكرام، حمل البروفيسور عبد السلام تريس هذه النظرة الإنسانية، واستطاع أن يخلق هذا التزاوج الفريد بين تخصصه الذي تفوق فيه أمراض النساء والولادة وبين حقوق الإنسان. فسخر علمه بعد أن ألبسه لباس الإنسانية، يعمل بجد وكفاءة بين المستضعفين من النساء والرجال والأطفال، لا لدنيا يصيبه ولا لجاه ينسله. فيأتيه الأزواج الذين أصيبوا بالعقد فيجدون عنده البلسم الشافي بإذن الله. فأسس في السبعينات جمعية ترعى حقوقهم المسمى جمعية رعاية الخصوبة السودانية. كذلك يأتيه النساء ذوات الحمل وجدن على أطفالهن أن يصيبهن مكروه، فيجدن قلبا رحيما طيبا، قلب عبد السلام تريس. فيعدن وقد استبدلهن عبد السلام الخوف والهلع بالأمن والرجاء والأمل. وكذلك أتى عبد السلام بردا وسلاما على المستضعفين من الرجال والنساء والولدان بإذن الله. يا أستاذنا عبد السلام، كما عملت على حفظ النسل ومجد المجتمع بأطفال الأصحاء، كذلك عملت بهمة على حفظ العلم ومجد المجتمع بالأكفاء من الأطباء. فهؤلاء تلامذتك في أرجاء الأرض، ثمار تلك البذرة التي بذرتها في قاعة المحاضرات وعلى منحة الإحلام. إن فوزك يا عبد السلام هذه الجائزة العالمية المرموقة رغم كثرة المنافسين لهو امتداد للعطاء النوبي والنور من السودان. أما النور الذي انبثق من السودان فجاء في الوقت الذي لا يكاد العالم الخارجي يرى السودان، فغشيت أعينهم ظلمات السودان، ظلمات بعضها فوق بعض من جوع وخوف ومرض. فإن رأى العالم السوداني إلا العالم الخارجي أو سمع عن السودان فهو يرى صورة طفل عظامه غير مكسية بلحم أو بشعر، أو عينان تفيضان دمعا ألا يجد لأمه قوتا يفيض الضر علينا لبنا. وإن سمع فهو يسمع بكاء طفل يصارعه الألم، الألم يصارع ألما، ألما ألم يصارع البكاء، فيصرع الألم البكاء فيخفص الصوت ولا يسمع البكاء. من أجل هذا ومشيا على سيرتكم يا عبد السلام، فنحن في الرابطة النوبية ببريطانيا رفعنا شعار محاربة الفقر في المنطقة النوبية، وبادرنا بجمع كلمة النوبيين في داخل السودان، ووضعنا برنامجا مشتركا
لمحاربة هذا الفقر، هذا العدو الذي لا يعرف الحدود ولا يفرق بين الأجناس. وأما امتدادك للعطاء المبي فأنت مبي أصيل، فكانت ولادتك بحلفة، وتعلمت على أيادي المبيين في المدارس النوبية، مدرسة عكاشة الأولية وعبر الوسطى. فما حملته يا عبد السلام من راية حقوق المستضعفين وتعاملك معهم في تواضع دون كبرياء، فلعلها كانت نفحة من نافحات حامل لواء حقوق الإنسان الأول، ذلك النوبي المذكور في القرآن لقمان الحكيم، الذي كان يعلم النوبيين فنون التعامل مع الناس في ود وعطف، فيقول لهم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. كان يلقنهم وينصحهم لئلا يتعالوا على الناس لا كبرياء ولا غرورا، فيقول لهم في ود: ولا تصعر خدك للناس ولا تبسط الأرض راحة، واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.